بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. أنا معكم اليوم الأستاذ صفوت مصطفى ظهير من مركز الطالب المتفوق الكائن في مدينة رفح الكراج الشرقي فوق حمص لبنان. سنتحدث اليوم عن نبذة عن كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر أدبي وشرعي. هذا الكتاب الذي قررت وزارة التربية والتعليم تدريسه لهذا العام، النسخة التي بين أيدينا هي عبارة عن نسخة إلكترونية وليس ورقية، لكن هذه النسخة النهائية من النسخ التجريبية التي وصلت وتم تنزيلها على موقع روافد التعليم. طبعا هذه النسخة هي النسخة الأخيرة من النسخة التجريبية، لكن قد يحدث بعض التغيير الطفيف في الوحدات، لكن المحتوى لن يتغير، وقد يبقى الترتيب على ما هو عليه، وسننتظر النسخة الورقية التي ستنزل في بداية هذا العام وستوزع على المدارس. لكن نؤكد أن هذه النسخة هي نسخة تجريبية. سنتحدث في هذا اليوم عن محتويات هذا الكتاب. هذا المحتويات في بعض أجزائه مشابه للمحتويات السابقة للكتاب في الأعوام السابقة، وجزئيات جديدة لكن قد مرت على الطلاب فيما سبق في كتب العاشر والحادي عشر أو المراحل الإعدادية، لكن هذه الوحدات سيتم التوسع بها في هذا المحتوى. بالنسبة للمحتويات، ففي الوحدة الأولى والتي كانت في الكتاب الماضي عبارة عن وحدتين منفصلتين، وحدة التكامل والتفاضل، لكن ارتأت الوزارة دمجهما في وحدة واحدة، وهذه الوحدة ستتحدث في عدة موضوعات: متوسط التغير، المشتقة الأولى، وقاعد الاشتقاق. وكانت المشتقة الأولى من الموضوعات الأساسية في السنين الماضية، حيث يتكرر هذا السؤال كل عام بمعدل درجات أو علامات مرتفعة. ثم تتحدث عن قواعد الاشتقاق، معادلة المماس، والقيمة القصوى. بالنسبة لمعادلة المماس والقيمة القصوى، هذه الجزئيتين يتم تبادلهما كل عام من سنة إلى أخرى، ثم تبدأ في جزئية التكامل. جزئية التكامل كانت وحدة منفصلة لكن تم دمجها، وهي التكامل غير المحدود وخواصه، التكامل المحدود، ثم المساحة باستخدام التكامل. وهذه المساحة باستخدام التكامل من الأسئلة التي تأتي بشكل أساسي في بعض الأحيان من جزئيات إخطاء. ثم بعد ذلك نتحدث عن المصفوفة. طبعا المصفوفات والتكامل والتوحد في كتاب الريادة نفس الموضوعات، لكن بطريقة عرض نوعا ما مختلفة، وجزئيات الأسئلة مختلفة نوعا ما، لكن في المحتوى والمضمون العام تكون متشابهة. والمصفوفات من الموضوعات الأساسية التي مرت على الطلبة في بعض المراحل، وسنتحدث عن المصفوفة بتعريفها ومفاهيمها وأنواعها، ثم العمليات على المصفوفات من الجمع والطرح والضرب، وثم نتحدث عن النظير الضربي وحل النظام من معادلتين خطيتين باستخدام قاعدة كرايمر. وهنا حل النظام بمعادلتين خطيتين يمكن حله بالنظير الضربي ويمكن حله بقاعدة كرايمر، وهنا نلتزم بما يحدده واضع الامتحان في نهاية هذا العام. ثم نأتي في وحدتين جديدتين لم تكن في الأعوام السابقة، وهي لكن ليست غريبة على الطلاب، وهي معادلات تشمل القيمة المطلقة، المعادلات الأسية، حل المعادلات اللوغاريتمية، المتسلسلات الحسابية ومجموعها،
المتسلسلات الهندسية ومجموعة وتمارين عامة. وهذه الشقة للطلبة الذين كانوا موجودين في العلم ثم حولوا إلى الفرع الأدبي قد مرت عليهم في نفس المضمون في الكتب الحادي عشر أدبي، فتطرقوا إلى جزئياتها في الأعوام السابقة. ثم نتحدث عن العلامة المعيارية والتوزيع الطبيعي المعياري وتطبيقات على التوزيع الطبيعي المعياري، وسنتحدث في هذا الكتاب عن كل جزء. طبعا في الأيام المقبلة سنقوم بإنزال الكثير من الشروحات لهذه الموضوعات بالتفصيل لتكون عونا للطالب على فهم هذه المادة بطريقة سلسة، بطريقة مبسطة تسهل عليه استيعاب مفرداتها، مفاهيمها بشكل يحقق له أعلى الدرجات. إذا كان هذا الفيديو قد أعجبك وتود مشاهدة باقي الفيديوهات التي سننشرها هذه الأيام، يرجى الاشتراك في القناة وعمل شير أو مشاركة لها لتعم هذه الفائدة إلى أكبر كمية من الطلبة. كان معكم الأستاذ صفوت مصطفى حميد الظهير من مركز الطالب المتفوق. نشكركم لحسن إصغائكم لنا، ونتمنى من حضراتكم متابعتنا في الأيام المقبلة، وسنبدأ في شرح هذا الكتاب، ونرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. نرجى أن تكتبوا في خانة التعليقات ملاحظاتكم، ما هي الأشياء أو الموضوعات التي تريدون أن يكون لها شرحا مبسطا، بحيث نقوم بتعديلها ومراجعة لها وننشرها في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.